السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مع بعض هسجل لكم الخطة بتاعت التريننج 2024. الناس كلها التفاصيل إيه، هنعمل إيه، طب هنبدأ إمتى، كل حاجة بإذن الله إن شاء الله هنقولها بالتفصيل في الفيديو ده. طبعا اللي بيسأل على التريننج هو لسه ما خلصش أصلا الامتحانات. أنا عايز أقول لك إن أنت من دلوقتي ربنا يكرمك في حياتك وهتنجح في حياتك. الأجازة هنرتاح فيها ونخرج ونسافر ونتفسح ونعمل كل حاجة، ولكن 4 ساعات يوميا أو ماكسيمم 5 ساعات مش خسارة في مستقبلك بكرة وبعده. طيب المفروض هتعمل إيه أو إحنا بنعمل إيه في التريننج؟ التريننج ده بيبدأ من 1/7 لغاية بداية الترم الجاي إن شاء الله، يعني حوالي ما يقرب من 3 شهور. كل اسبوع بتبقى سيشن 3 ساعات 4 ساعات على حسب، لو اتزنقنا ممكن اسبوعين ثلاثه ناخد سيشنين في الاسبوع لكل تراك. طيب بنعمل ايه او انت يا باشمهندس هتعمل ايه اصلا في التريننج او ايه اللي بتعمله كل سنه؟ طيب اول حاجه، التريننج ده بقى له 10 سنين. انا التريننج ده عمري ما غيرته الا المحتوى، لكن الخطوط العريضه ما بتتغيرش، لكن الديتيلز طبعا بتتغير للامانه. ده في حاجات بيحصل لها سكيب، حاجات بتنزل جديده في الفيرجنز الجديده وهكذا. يعني انت عندك تقريبا ما يقرب من كل سنتين بيطلع كومبايلر فيرجن احدث. الفيرجن الاحدث دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل حاجات قديمه بيحصل لها ديبريكيت تنتهي او ما حدش بيستخدمها، البرفورمانس بتاعها سيء، وبيحل محلها حاجات جديده. طبعا دي لازم تتعلمها. طيب المفروض التريننج لما نيجي نبص كده الخطه، او طبعا مين اللي هيستفيد بيها؟ ده اكتر واحد اللي هو معايا من سنه اولى. لو طالب جاني من سنه اولى ده هيقدر باذن الله، باذن الله قبل ما يوصل سنه ثالثه يقدر يخش سوق العمل، ويقدر كمان يخش اي انترفيو باذن ربنا لو هو اجتهد معايا يحصل له اكسبتد باذن الله. طيب بس انا حابب اوضح نقطه معينه. لو انت واخد التريننج عشان تقول انا باخد تريننج، ما تاخدوش. يعني التريننج لازم تذاكر وتجتهد معايا فيه، زي ما قلت ماكسيمم في اليوم، يعني ماكسيمم خالص 4 ساعات. ده لو انت هتاخد 2 تراك، ومش مسموح لك تاخد اكتر من 2 تراك اصلا، لان التراك الواحد مرهق. يعني التراك الواحد اصلا انا عارف ان هو مرهق، لان انا بدي فيه معلومات دسمه جدا جدا جدا. طب بعمل كده ليه؟ عشان مصلحتك بكره وبعده، لان انت لو انت اكتفيت باللي بتاخده في الجامعه عمرك ما هتشتغل في سوق العمل، عمرك. سواء انت جامعه اي ال يو، جامعه العربيه، جامعه سفينكس، جامعه بدر، جامعه يمكن الى حد ما للامانه مثلا جامعه عين شمس فيها محتوى الى حد ما كويس، جامعه عين شمس، حاسبات اسيوط برضو يمكن الى حد ما بس مش قوي برضو. طبعا في الخاص جامعه مصر، يمكن طبعا مش بتحيز لجامعه مصر ولا حاجه، بس لما انا الكونتنت بتاعها محترم. طيب الكلام ده، التريننج ده انا جبته منين؟ او انت دي خلال رؤيتي لسوق العمل. انا بقالي تقريبا 10 سنين خريج، ف اللي بشوفته يعني انا حاليا دفعتي حاليا دلوقتي سينيورز وتيم مانجرز كمان، فبنقعد ندردش مع بعض. احيانا بيجيني مشاريع ببقى انا ابقى سينيور فيها، ساعات بعمل لها اكسبت، ساعات برفضها بحكم ان انا مثلا مش فاضي وهكذا. يعني زي ما قلنا في الفيديو اللي اسمه رود ماب تو بي جود بروجرامر، ده انا وضحت لك جميع الاقسام اللي موجوده في الكمبيوتر ساينس او في الاف بي سي اي اللي هو خريج حسابات ومعلومات. مش هحكي في الكلام ده تاني. انا التريننج بتاعي دوت نت او انفورميشن سيستم. ايه هو الانفورميشن سيستم؟ زي ما قلنا بالبلدي كده، عندي برنامج كان زمان بيشتغل، مش برنامج، كان عندي سيستم نظام كان شغال ورقي هنقلبه الكمبيوترايزد. طب انواع اي برنامج في الدنيا بيتكون من ايه؟ زي ما قلنا بيتكون من داتا، وبيتكون من مين؟ بروجرام اللي هو الكود بتاعي، ده اسمه الابلكيشن على بعض. يعني لو انت ما خدت، انت لغايه دلوقتي في اعتقادي يعني الطلبه بتاعتي، بتكلم على الطلبه بتاعتي ما اعرفش الباقي بقى، الطلبه بتاعتي لو انت سواء سنه اولى او سنه ثانيه انت ما وصلتش لعمل ابلكيشن، امال انت عملت ايه؟ عملت بروجرامز، ده كل اللي انت عملته. لكن دي لسه ما وصلتلهاش. مين اللي وصل لها؟ الطلبه بتاعتي اللي في ثالثه وفي رابعه بفضل الله. يعني في ناس زمايلكم كانوا معايا في سنه اولى حاليا هم رايحين رابعه، اقسم بالله باعوا ابلكيشن واثنين وثلاثه. طب لو نيجي نقول الانفورميشن سيستم ده هو عباره عن كام نوع؟ 3 انواع: ديسكتوب ابلكيشن، الموبايل ابلكيشن، الويب ابلكيشن. طب لما نيجي نبص كده، اي ابلكيشن في الدنيا، اي ابلكيشن في الدنيا هو لازم يكون عندك قاعده بيانات، لازم داتابيز، من غيرها ما تقدرش تعمل مين؟ ما تقدرش تعمل ابلكيشن.
امال اسمه ايه؟ اسمه بروجرام. تاني، لو انت ما عندكش داتابيز انت كده ما اسموش ابلكيشن، اسمه برنامج، بروجرام عادي. ايه البروجرام ده؟ انا بعمل له ران والداتا بتتخزن في الميموري اثناء الران تايم، مجرد ما اقفل البرنامج خلاص الداتا راحت. لكن داتابيز البرنامج بيحتفظ او السيرفر بيخزن البيانات بتاعته. فانا قسمتهم 5 تراك. طبعا تراك الداتابيز ده انت ممكن يعني مثلا يجي يقول لي طالب سنه اولى، طب انا اخد ايه في سنه اولى؟ ايا إن كان، انا ما بديش غير تريننج واحد بس سنه اولى، السي بلس بلس. سواء انت اخدتها هتاخد ليفل 2، يعني مثلا بتوع اسيوط وبتوع ماست اخدوا سي بلس بلس، بس اخد مين؟ اخدوا الفانكشن بروجرامنج بس. لكن الليفل الثاني بقى بتاعهم الادفانسد ده هيبقى او او بي بروجرامنج ان شاء الله. وخلي بالك دايما اقول طب ليه سي بلس بلس؟ لان دي اللغه الام، اللي انت لو اتعلمتها صح اي لغه في الدنيا تبقى سهله بالنسبه لك. الجافا مبنيه بالسي بلس بلس، سي شارب معموله بالسي بلس بلس، السيرفرز بتاعت الداتابيزز معموله بالسي شارب بالسي بلس بلس، اي سيرفر اوراكل، الماي سيكول، كل ده معمول بالسي بلس بلس. فلما اعلمك الاساس انت هتبقى فاهم الفرق. طيب الديسك توب، الموبايل ابلكيشن للامانه ده يعتبر حاجه اسمها ليفل 2. يعني ليفل 2 ما تلاقيش حد يجي يقول لك انا عايز موبايل ابلكيشن من الاول، لازم يجي يقول لك اعمل لي ويب ابلكيشن او اعمل لي ديسك توب ابلكيشن، بعد كده يجي الموبايل ابلكيشن. عشان كده دايما نقول الموبايل ابلكيشن ده ما هو الا فرونت اند. ليه؟ لان انت اصلا بتكون عامل قاعده البيانات وبتكون عامل التصميم بتاعك، بس بتشقلبه من ويب او ديسك توب لمين؟ لموبايل ابلكيشن. طيب ايه الفرق ما بيني وانا تركيزي كله الموبايل ده؟ اصلا ممكن انت اصلا لو انت وصلت ان انت عملت ويب سايت او ديسك توب ابلكيشن، انت عندك المقدره تتعلم مع نفسك موبايل ابلكيشن، مش محتاجه اصلا، هي اسهل، اسهل منها ما فيش اصلا. ومحدش يروح يقول لك لا ده فلاتر هي اللي شغاله، راح اخد كورس فلاتر. هقول لك خلي بالك الفلاتر عمرها قصير، فالذكاء اتعلم الاصل، عشان مهما كانت التكنولوجيا اتغيرت انت يبقى معاك الاصل تقدر تتعلم بسهوله. لكن لو انت ما تعرفش غير فلاتر، فلاتر عمرها قصير حرفيا، بعد سنتين ثلاثه انتهت، تكون انت لسه متخرج ملهاش لازمه. لكن لو انت متعلم الاساس او الاصل زي ما بقول، اي تكنولوجيا جديده تظهر هتبقى بالنسبه لك سهله جدا. طيب اذا انا تركيزي كله على مين؟ على الديسك توب وعلى الويب ابلكيشن. طب ايه الفرق الجوهري ما بين الديسك توب والويب ابلكيشن؟ احنا قلنا الابلكيشن هو عباره عن داتا وكود، داتا وبروجرام. طب الداتا والبروجرام لو اتنين، الاتنين دول على نفس الماشين على نفس الجهاز بتاعك، ده اسمه ديسك توب ابلكيشن. لكن لو الداتا في مكان والكود او البروجرام بتاعك في مكان تاني، ده اسمه ويب ابلكيشن. طيب اذا لما نيجي نقول دلوقتي اول حاجه انا عندي مين؟ عندي داتابيز، ده اللي بالداتابيز. سنه اولى يقدر ياخد سي بلس بلس، سواء هو درسها او ما درسهاش، لو درسها هيخش على ليفل 2، لو ما درسهاش هياخد ليفل 1. طيب بعد كده طالب سنه اولى، هل انا كطالب سنه اولى، انا في بنت مجرد ما خلصت امتحانات انا عايز اشتغل عايز اذاكر، هنبدا امتى؟ قلت لها لا طبعا خدي بريك. لا انا هي متعتها في كده، هي متعتها ان هي عايزه تذاكر، حبت المجال وعايزه تنجح فيه وتثبت نفسها. قلت لها خلاص ذاكري اتش تي ام ال وخلصيته فعلا، وبعتت لي قلت لها ذاكري سي اس اس وهتخلصه، وانا واثق ان هي هتخلصه بكتير ماكسيمم اسبوع. طيب كل واحد دايما نقول كل واحد وطموحه، في واحد يقول لك لا انا هاخد سي بلس بلس وخلاص، خلاص ما في مش مشكله انت طموحك كده. في واحد تاني يقول لك لا طب انا هاخد اتش تي ام ال هذاكر. انا طبعا ما بديش اتش تي ام ال، ومحدش يروح يدور على كورس اتش تي ام ال ياخده، ده انت اصلا يعني ده كلام فاضي، تقدر تعلمه مع نفسك. وبعت لي وانا بعت لينكات قبل كده، الراجل اسامه زيرو، باشمهندس اسامه زيرو يعني بارك الله فيه، يعني عامل مجهود يعني جبار فيه وعامل فور فري كمان. فمحدش يقول انا هاخد كورس اتش تي ام ال سي اس اس، لا طبعا. الفرونت اند تشتغله، لكن انت يعني تعرف تشتغله، لكن بكره وبعد وعينك على الباك اند. فرونت اند مين؟ اللي هو اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت. طب ازاي اتعلمهم لوحدي يا باشمهندس؟ اقول لك اول حاجه ذاكر اتش تي ام ال، بعد كده السي اس اس، بعد كده الجافا سكريبت. هل كده دول كافيين؟ هقول لك لا. بعد كده بقى تنزل تمبلت جاهزه وتحاول تعملها، دي الخبره بتاعتك بقى. هو ده مين؟ مع البوت ستراب بكره وبعده، يعني لو انت خلصت لا اقول لك تذاكر بوت ستراب، يعني تقدر تعمل او تقدر كمان تشتغل فرونت اند، بس فرونت اند مش لخريج حسابات ومعلومات للامانه. خريج حسابات ومعلومات ده باك اند. حرفيا ده باك اند، هو ده اللي فيه فلوس، هو ده المين فوكس بتاع الشركه اصلا. يعني اي فرونت اند استبدله بسهوله، لكن الباك اند ما اقدرش استبدله بسهوله. لان يعني هو معاه البيزنس نفسه، هو اللي فاهم الاناليسيس بتاع البرنامج، فلو مشي ما اعرفش اشتغل اصلا،
احتاج يعني مثلا تخيل لو مثلا شركه هتسلم بروجكت بعد سنتين، والراجل ده الباك اند شغال معاها بقاله سنه، هقدر استبدله بالسهل؟ لا طبعا. لكن فرونت اند اي حد يمشي، واحد تاني يجي يجي مش هتفرق معاه. عشان كده دايما اقول لك خليك ذكي، اتعلم فرونت اند تعرف تشتغله، لكن ما تشتغل يعني تقدر تشتغله، لكن في المقابل بكره وبعده عينك على الباك اند، او تشتغل باك اند بس لو اتطلب منك لوضع الشركه مثلا في بروجكت معين تشتغل فرونت اند، يبقى انت كده اشتغلت الاثنين مع بعض، حاجه اسمها فول ستيك. طيب تعالى نشتغل باك اند، انا الدبلومه دي اصلا كلها باك اند. طيب لما اجي اقول لك دلوقتي الداتا بيز لازم تعلمها، ده يعني طالب سنه اولى بالبلدي كده يقدر ياخد سي بلس بلس، طب عايز يجتهد تاني ياخد داتا بيز. طيب من فوق بقى هنا في مين؟ الديسك توب، قلنا سي بلس بلس، سي شارب، هنا اي اس بي، اي اس بي دوت نت. طيب لما نيجي نبص كده خلي بالك بقى الثلاث حاجات اللي فوق دول لازم يكلموا داتا بيز. طب بيكلموها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها كورس اسمه الادو دوت نت. ايه هو الادو ده بالبلدي؟ ده كونكشن بين مين ومين؟ ما بين داتا بيز والهاي ليفل لانجوج اللي هو اللغات اللي من فوق اللي هم سي شارب وسي بلس بلس واي سي بي دوت نت موديل فيو كنترولر او اي سي بي دوت نت كور وهكذا. طيب تعالى بقى نشوف انت طالب سنه اولى ماكسيمم داتابيز وسي بلس بلس. طيب بعد كده سنه اللي هو رايح سنه ثالثه اللي هو خلص ثانيه ورايح ثالثه، لو هو اخذ داتابيز السنه اللي فاتت اقول له لا طبعا ما تاخدش داتابيز ثاني خلاص، هو الكورس تاخده معايا مره واحده، انا مع ان المحتوى نفسه بيتغير كل سنه انا اللي بغيره، بس اقول له لا خلاص انت طالما اخذت الكورس لو حاجه جديده هتعرف تذاكرها مع نفسك في الشغل بكره وبعد. لكن تخش على الليفل اللي بعده بقى، ايه الليفل اللي بعده؟ تخش على الليفل مين؟ ليفل الاد. ايه هو الاد؟ طب هل انا كطالب سنه اولى اقدر، انا اصلا ما بسمحش ان الطالب يخش اكتر من اثنين تراك، لان حرفيا التراك الواحد مرهق إيه؟ لكن لو هل اصلا اقدر ادخله ادو؟ اقول لك لا، لان الادو ده لازم تكون عارف حاجتين، تكون عارف سي شارب وتكون عارف داتابيز. فانت لو انت رايح سنه ثانيه حتى لو خدت داتابيز لكن انت ما خدتش سي شارب، فبالتالي مش هينفع تاخد الادو. طيب بعد كده الليفل اللي بعد كده، يعني انت دلوقتي المفروض طالب سنه اولى الخريطه اللي بيمشي بيها اول حاجه ياخد سي بلس بلس وياخد داتا بيز سيكوال سيرفر طبعا، سنه ثانيه ياخد ايه؟ ياخد الادي سوري استشاره، وممكن على حسب في ناس معينه بختارها وناس ما اقول لها لا، يعني اللي بيجتهد معايا ممكن ادخله على الادي، الادي ببداه غالبا في 1/8 ممكن ادخله على الادي، لان هو لو هو حسيت ان هو خد داتا بيز سنه اولى والسي شارب ماشي معايا كويس فيها هقول له خش معايا ادو، مش هقول لك لا. تيجي بقى بعد الادو انت كده عندك المقدره تبيع اي ابلكيشن ديسك توب، يعني تعمل برنامج سوبر ماركت، صيدليه، مستشفى، بس ديسك توب، يعني الداتا والكود بتاعك موجودين على نفس الماشين مش ماشين مختلف. تيجي وانت رايح سنه ثالثه اذا ربنا قدر، وانت رايح سنه رابعه تاخد الاي اس بي، خدت الاي اس بي معايا سواء الكور او الام في سي، انت كده عندك المقدره تعمل ويب ابلكيشن. يعني في اعتقادي ان انت لو معايا من سنه اولى هتقدر تخلص الحاجات دي كلها، فقبل ما تخش على مشروع التخرج سنه رابعه هتكون بعت ابلكيشن ويب سايت ويب ابلكيشن وبعت كمان ديسك توب ابلكيشن، وعندك المقدره تخش اي انترفيو تبقى اكسبتد. انا اقسم بالله انا الطلبه بتاعتي بتروح قبل ما تتخرج، والله قبل ما تتخرج ولد بيقول لي انا رحت هناك قلت لهم انا تلميذ الباشمهندس سلاح، لما كلموني يقول يا عم هدي نفسك هدي الطلبه بتاعتك شويه، قلت له هو الراجل بيعرف يكود ولا مش بيعرف يكود؟ قالوا لي طبعا بيكود يعني، قلت لهم خلاص يقول لي يقولوا ايه؟ فيصل بينك وبين الكومبايلر. فالاجتهاد ده حاجه جميله جدا، دايما اقول ايه؟ الناجح يحب نفسه والناس كلها تحبه، الفاشل ما يحبش نفسه ومحدش يحبه، خلي بالك من ده كويس. طيب تعالى كده بقى نشوف الكونتينت بتاع التراكس دي هنبقى نشتغل فيها ازاي. اول حاجه طبعا الداتابيز بروجرامنج. طب هي الداتابيز دي عباره عن ايه؟ هل الداتابيز دي كودينج ولا ايه بالظبط؟ اه طبعا كل اللي احنا قلناه ده عباره عن كودينج، بس داتابيز بروجرامنج يعني قواعد بيانات، هنبرمج قواعد البيانات باسلوب مختلف تماما عن مين؟ عن الهاي ليفل لانجوج سواء السي بلس بلس او السي شارب او جافا. طب بقسم الكورس بتاعي كام حاجه؟ ثلاثة موديولز. أول موديولز الداتا ديفينيشن لانجوج اللي هو إيه؟ إن أنا بعلمك الجزء ده الأولاني ده بعلمك فيه إيه؟ إزاي تكريت قاعدة البيانات. كريت ما قاعدة إزاي نكريتها؟ يعني هي عبارة عن إيه أصلاً؟
ورق قاعدة البيانات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شوية جداول مرتبطة ببعض. طب بنكرت الجداول دي إزاي؟ وبنحط قيود وشروط إزاي؟ وهكذا. طب خلاص ده الليفل الأولاني، تقريبا ده بياخد له 4 سنين، شهرين. طب الليفل الثاني أدفانت شوية، عايز أدخل داتا، أنا عندي قاعدة بيانات، بنينا قاعدة البيانات، عايز أدخل بيانات وأعمل استعلام وأعمل حذف وأعمل تعديلات وأعمل الكلام ده كله. ده اسمه إيه؟ سوري، ده اللي هو دي ام ال، اللي هو داتا مانيبيوليشن لانجوج، ده اسمه داتا ديفينيشن لانجوج، ان انا بعرف ديفينيشن تعريف ايه. اما داتا مانيبيوليشن، يعني ايه داتا مانيبيوليشن؟ يعني بغير الداتا، بغير الحاله بتاعت الداتابيز سواء بالاضافه او بالحذف او التحديث. طيب ايه الادفانس بقى؟ ده ليفل ادفانس شويه. بناخد في مين؟ ازاي اعلمك ازاي تعمل فانكشن جوه السيرفر، ومش سهله. ازاي اعلمك ستورد بروسيجر، وهقول لك الفرق ما بينهم ان شاء الله. وطبعا التريجر، وما ادراك ما التريجر. طيب الحاجات دي كلها، ده الكورس بتاع مين؟ بتاع داتابيز. للاسف انا زي ما بقول، انا مثلا درست ما يقرب من 8 جامعات، حرفيا ما فيش جامعه حتى مصر وحتى عين شمس بيدرسوا داتابيز بروجرامنج، للاسف بيدرسوها نظري. للاسف يقول لك الداتابيز عباره عن ايه؟ مجموعه قواعد، مجموعه جداول مرتبطه ببعض، انواعها ايه، تعريفاتها، عيوبها، كله كلام نظري للاسف يعني. طبعا بكره وبعده ده سيرفر كودينج هنفتح ونشتغل، للاسف يعني، ربنا يصلح الحال. طيب تعالى كده بقى نشوف التفصيل اللي احنا هناخده. اول حاجه بارت 1 اللي قلت عليه، اول حاجه بنعمل ايه؟ هعلمك ازاي تعمل كرييت وتعمل ديليت للداتابيز، هعلمك ازاي تعمل كرييت وابديت وديليت للتيبلز، عندي شويه جداول اصلا، ازاي نحدثها وازاي نعدلها وازاي نحذفها وننشئها. الكونسترينت، ازاي احط قيود ان مش اي داتا اقبلها، اسمها كونسترينت، وهنشوف انواعها ان شاء الله. وان شاء الله هنختم ان انت على الاقل معايا في الكورس هتكريت 5 كومبليت داتابيز، عشان اضمن ان انت اتعلمت الجزء الاول كويس. طيب بارت 2 بقى، داتا مانيبيوليشن لانجوج، ده بنعمل ايه؟ ده بقى طبعا تقريبا ده يعني بنقعد فيه شهر ونص يعني، لان هو كبير شويه. بنعمل ايه؟ بنعلمك فيه ايه؟ بنعلمك فيه ازاي تعمل انسيرت للداتا سواء سنجل تيبل او مالتي تيبل، يعني بجدول واحد، يعني كويري واحد او جمله واحده، اخزن بيانات في جدول او اكتر من جدول في نفس الجمله. ازاي اعمل ابديت للبيانات سواء في جدول او اكتر من جدول، اعمل ديليت نفس الكلام. ازاي اختار بيانات؟ قوه الداتابيز جايه منين؟ ان انا عندي داتابيز هختار منها بيانات، مش عايزها كلها، عايز الطلبه اللي جايبه امتيازات في البروجرامنج اصلا، عايز الناس اللي عمرها مش عارف من كذا لكذا. اذا انا بختار سيلكت ده، وما ادراك ما السيلكت ده، اقدر اختار من سنجل تيبل او سيلكت ده فروم مور ذان تيبل. وهنا دي ليها تو سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا اقول لك هختار نفس الداتا من الجداول المختلفه، يعني هختار الاسم واختار الاي دي من جدول الدكتورز، فرضا السيستم ده مثلا جدول الدكتورز وجدول الستودنت، بس هنا اخترت ايه؟ داتا واحده، نيم واي دي بتاع دكتور، وتحتيه نيم واي دي بتاع مين؟ بتاع ستودنت. يعني عدد الداتا نفسها، عدد الاعمده، هو الجدول عباره عن ايه؟ عباره عن شويه صفوف واعمده، الاعمده اللي هختارها واحده هنا في الجدول الاول وفي الجدول الثاني زي ما هنشوف ان شاء الله عملي. اما بقى لو انا عايز اشقلب او اختار حاجه بناء على حاجه ثانيه، دي اسمها جوين كلوز. وما ادراك ما جوين كلوز دي؟ سيلكت ديفرنت داتا فروم مور ذان تيبل، هنا قال لك ايه؟ سيم داتا، بنختار مين؟ نفس الداتا. طبعا دي انواعها ايه؟ 5. اتحداك ان طالب اي واحد، للاسف ده انا في ناس بتبقى خريجي حاسبات ومعلومات وبجد جدا، واقول له انواع الجوين ايه؟ يقول لي هي جوين واحده وخلصت. طبعا ده 5، الكروس والانير والليفت اوتر والرايت اوتر والمين والفول اوتر، كل ده ان شاء الله هنشوفه ايه عملي. بعد كده هناخد مين؟ الجزء الثالث طبعا قلنا، كمان هناخد البروجرامبل اوبجكتس، ان احنا ده هم دلوقتي خلوا السيرفر كما لو كان كومبايلر. هو طبعا في فرق بين السيرفر والكومبايلر، لكن ان انا اقدر، الكومبايلر طبعا اسرع. لما اجي اقول لك دلوقتي انا هقدر اعمل اف واعمل لوب واعمل كيزز جوه السيرفر، فانا كده خليته مين؟ شقلبته الكومبايلر، فيبقى سريع جدا يعني. جزء يعني بروجرامبل اوبجكتس هنبرمج شويه، تحس ان انت بتكتب كود سي اصلا او سي بلس بلس. ازاي نعمل فانكشن والفرق ما بينه وبين ستورد بروسيجر، وايه هو التريجر وانواع التريجر وما ادراك ما التريجر. للامانه التريجر ده يعني بحاول اخده، بس ساعات باخده وساعات ما بقدرش اخده على حسب الجروب اللي معايا. لو لقيته هو شغال وخلصنا الكورس بدري خلاص انا بضغط عليه وبناخد،
لكن لو لقيت ان هو خلاص اكتفينا فانا هقول لك خلاص احنا كده خدنا لغايه الستارت بروسيجر، التريجر لازم تذاكره مع نفسك. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت بصراحه كانوا شغالين قالوا لا احنا عايزين نكمله، كملناه في الدراسه. فبقيت في الدراسه اول 3 اسابيع في الدراسه خدناه تريجر، يعني بقيت خلاص انا دخلت مود الدراسه اصلا بدانا كورسات الدراسه، ومع ذلك في تريننج شغالين، عمري ما ابخل عليهم، طالما هم عايزين عمري ما ابخل عليهم، انا دايما قوتي اخدها منين؟ من الطالب اللي قدامي. هو عايز يتعلم هات دي، طب هو مش عايز خلاص ما اقدرش. طيب ده كان مين؟ ده كان بالنسبه لمين؟ للداتابيز بروجرامنج. ليفل واحد طبعا بتاع سي بلس بلس بناخد فيه ايه؟ يعني دايما طالب سنه اولى اللي مش معايا يعني فاي جامعه بيقول لك احنا خدنا مين؟ خدنا ايه؟ غالبا اخد طبعا ازاي يعمل انبوت واوتبوت، ازاي يعمل ايكويشن، ازاي يعمل سيلكشن وحالات اللي هو حالات اف يعني السته، سيلكشن ستمنت بارت 2 اللي هو الوايل والفور والدو وايل والفور ايتش، يعني في طلبه تقول لك ايه الفور ايتش دي ما سمعناش عنها. يمكن دي لغايه هنا يمكن ده لو انت مذاكر لو انت الطالب بتاعي مثلا تحس ان انت خدته كله ما عدا يعني دي ما سمعتش عنها. طبعا لو انت مش معايا تقول لي انا اعرف ابرمج واعرف اكتب لوبينج واعرف اكتب اف ستيتمنت، لكن الاحظ يعني اراهنك ان انا طبعا بنسبه كبيره يعني، لكن في ناس طبعا كويسه مش معايا وهي كويسه للامانه يعني. اقول لك خد حل مسائل لوبينج تقع فيها، لان اللوبينج دي يعني ليفلات زي ما اقول ليفل اول واول ليفل والتاني ليفل وهكذا، دايما الشيتات لما اجي احملها اعمل الشيتات بتاعتي لازم اول شيت يبقى كويس سهل، التاني اصعب منه شويه، التالت الادفانس وهكذا يعني. هناخد الفانكشن اللي هي ايه الفانكشن، هي الميثود في الجافا لو انت خدت جافا ايه. هناخد الفانكشن اوفرلودنج، هناخد الاري ستاتيك والدايناميك ال1 دايمنشن وال2 دايمنشن والراجد اري او الجاجد اري وما ادراك ما جاجد اري. بعد كده ناخد الفانكشن مع الاري، هندمج الاثنين دول مع بعض. لو انت مذاكر كويس حتى كنت معايا يبقى انت يعني لو الطلبه بتاعتي سواء اللي هو الجامعه العربيه مثلا او يمكن حاسبات اسيوط السنه دي عملت معاهم ضغطتهم ترند جامد بصراحه نفختهم يعني وخلصنا الحاجات دي كلها هم ومصر، لكن الجامعه العربيه ما قدرتش اعمل كده لان الدكتور كان ماشي بالراحه، فبالتالي اكتفيت باللي قاله الدكتور. اي ال يو نفس الكلام، بدر نفس الكلام، سفينكس نفس الكلام. طيب الجزء الجديد بقى اللي انت هتاخده اول مره لو انت مش جامعه مصر ولا حاسبات اسيوط، هعلمك ازاي تعمل فايل. يعني ايه فايل؟ اخزن البيانات بتاعتي جوه ملف، سواء اعمل لها ريدنج يعني هقرا بيانات من فايل او اكتب بيانات في ايه؟ في فايل. ودي للامانه دي مقدمه عن مين؟ مقدمه عن الداتابيز. يعني ده بدايه علم الداتابيز، ده ما جاش وليد اللحظه، لا ده هم بداوه فايل، بعد كده طب نطوره، طب شويه جداول وهكذا. طبعا الداتابيز اقوى بكتير واسرع بكتير من الفايل. هنشوف السترينج كلاس. هعلمك ازاي تكري، طبعا الحاجات دي كلها جديده، ازاي تكري داتا تايب جديد اسمه انام او تايب اف. الاستراكت والريكورد ده بدايه الاو او بي، خلي بالك. البوينتر، الجي اي بروجرامنج، يمكن ده حتى بتوع طلبه بتوع حسابات ماست وبتوع اسيوط ما اديتهمش جي اي، فبالتالي هديهم يعني اول سيشن هديها فين؟ في الادفانس هتبقى عباره عن جي اي بروجرامنج لان هم ما خدوش الكلام ده. ده كان بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليفل واحد بتاع سي بلس بلس، ده تراك تاني. ماست عمرها ما هتاخد ده لان هو اخدته بالفعل معايا، حسابات اسيوط مش هياخدوا الكلام ده لان هم اخدوه بالفعل معايا، لكن باقي الجامعات هدخلهم على ليفل مين؟ على ليفل ليفل ده. يمكن جامعه بدر اخدوا نص الحاجات دي فبالتالي هدخلهم الاثنين السي بلس بلس والادفانس، لكن طبعا لو محدش درس سي بلس بلس ما اقدرش اعمل كده يعني ما اقدرش، ده انا لو هو خلص الجزء الاولاني وهو كده عمل انجاز. طيب بعد كده الادفانس، طب هنعمل ايه في الادفانس؟ تعالى بقى نشوف هنعمل ايه في الادفانس. اول حاجه طبعا هنبدا الجي اي بروجرامنج زي ما قلنا، هكمل بوينتر، هنخش على او بي كلاس والاوبجكت، انكابسوليشن داتا هايدنج، كل دي مفاهيم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، التوريث انهيرتنس، بوليمورفيزم التبلور، الميثود اوفر رايدنج والفرق بينه وبين الاوفرلودنج، البوينتر مع الكلام ده كله مع الكلاس ومع الفيرتشوال فانكشن والابستراكت كلاس والانترفيس، ما ادراك ما الانترفيس، اوفرلودنج والتمبلت، كل دي شابترز كل واحد عباره عن شابتر، الاكسبشن هاندلنج، الريكيرجن، اللينكد ليست والستاك والكيو، احتمال ناخدهم واحتمال ما ناخدهمش على حسب هنعمل ايه برضو للامانه يعني اخرك 10 ده اقل حاجه، بس انا واثق ان حسابات اسيوط وبتوع مصر السنه دي دفعه سنه اولى قويه
هخلص معاهم اللينكد ليست والستاك والكيو. طب ايه هم دول؟ ده عباره عن جزء في الداتا ستراكشر. طب ليه مش بتعمل ليفل داتا ستراكشر او تراك داتا ستراكشر؟ اقول لك لا، لان انا بديه في الجامعه، ايا كنت انت جامعه ايه فانا بديه لك اصلا. هدوا لك تاني؟ حرام عليا ايه؟ طيب تعالى بقى نشوف مين السي شارب. دايما اقول السي شارب دي لغه الشغل، سي شارب دي لغه الشغل، خلي بالك. طب ليه بتبدا سي بلس بلس؟ ما تدينا سي شارب. اقول لك السي شارب معموله بمين؟ بالسي بلس بلس. فلو انت اتعلمت الاصل تعرف تتعلم التاني بسهوله. خلي بالك الليفل او الهاي ليفل لانجوج انا مقسمه من 3 ليفلات بالبلدي كده. ليفل الفانكشن بروجرامنج او البروسيجر بروجرامنج او الميثود بروجرامنج، كلهم نفس الاسم اللي هو بناخد فيه الفانكشن والاري يعني. الليفل الثاني اللي هو الاو او بي. الليفل الثالث اللي هو مين؟ الجي او اي. طب السي شارب بعمل ايه؟ بدي 3 فيهم. طب ايه ده هنضغط؟ اقول لك حبيبي ما انت خدت قبل كده معايا الفانكشن بروجرامنج واخدت الاو او بي بروجرامنج، فكده هعد لك على مفاهيمهم بالسي شارب لان في اختلافات، وهزود عليهم مين؟ الجي او اي بروجرامنج. فكده احنا عملنا ايه؟ كسبنا، سيبنا 3 بوينت، الفانكشن والاو بي رجعنا عليها، لو في حاجه واقعه منك هجيبها لك ان شاء الله، مع الجي او اي اللي هي بتاعت الشغل اصلا. طبعا ده انا بقسمهم بارتين، بارت 1 اللي هو ستراكشر او فانكشن بروجرامنج. خلي بالك بقول لك ايه هنا؟ بقول لك ان خلي بالك ايه؟ بص بقول لك ايه؟ بقول لك سيشنز ميكس، خليط من الجي او اي والكونسبت. طلبه سنه اولى سنه ثانيه كلها ما اشتغلوش جي او اي الا من رحم ربي الطلبه بتاعتي، يمكن في سنه ثانيه علمتها حته جي او اي صغيره. لكن الجي او اي ده طبعا ده بارت لوحده. فهنا السيشنات كلها، يمكن اول سيشن اخذناها اللي خدوها معايا يعني كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن جي او اي. فالسيشنات هتبقى خليط من الجي او اي مع الكونسول ابلكيشن. ايه هو الكونسول؟ اللي هو اللي انت تعرفه اللي هو في سنه اولى وسنه ثانيه اللي هو الران العادي. طيب هناخد فيها ايه؟ طبعا هناخد الانبوت والاوتبوت باي كونسول الجي او اي، الايكويشنز، حالات الاف، السلكشن، الهوايل والفور والدو هوايل والفور اتش، وكمان الجو تو. نسيت اكتبها هنا، في حاجه اسمها جو تو مش موجوده في اي لغه، يعني مش موجوده في السي بلس بلس ولا موجوده في الجافا، موجوده في السي شارب. هنعلمك الفانكشن، هعلمك الاراي، كل ده الفانكشن والاراي والفانكشن اوفرلودنج والفانكشن ويز اراي والفايل، كل ده هخلص منه في شهر. ازاي؟ اقول لك لا، ما انت واخد الكلام ده قبل كده، احنا هنعيد عليه باسلوب جديد اللي هو اسلوب السي شارب. فباذن الله يعني شهر واحد، يعني 1/8 او 5/8 بالكتير هكون مخلص بارت 1 عشان نبدا في بارت 2. بس خلي بالك بارت 1 انت واخده بس انا هدخل فيه جي اي، هدخل فيه الجي اي الاثنين مع بعض. الاو بي طبعا للامانه في حاجات كتير واقعه مني، يعني كانت واقعه من الطلبه يعني، حتى لو انت مش معايا انا هجيبها من الزيرو، لان دايما قلت في اختلافات سي شارب عن جافا، في بعض اختلافات لازم نعرفها يعني. هناخد كلاس واوبجكت، هناخد انكابسوليشن داتا هايدنج انهيرتنس البوليمورفيزم الميثود اوفر رايدنج ابستراكت كلاسز والانترفيس اكسبشن هاندلنج الريكيرجن الثريدنج. يمكن انت مثلا كطالب تيجي تقول لي انا عارف الكلام ده كله، لو انت معايا الطلبه بتاعتي هقول لي، هتقول لي انت عارف مثلا ماكسيم مينيمم لغايه هنا، دول هتعرفهم نظري ما اشتغلتهمش عملي. لكن الريكيرجن انت ما تعرفش ريكيرجن، ما تعرفش ثريدنج، ما تعرفش كوليكشن. طب فين الكوليكشن؟ للامانه الكورس يبقى بشع في سي شارب، فرحلتها لمين؟ للادو. لان هو الادو عباره عن ايه؟ عباره عن خليط من سي شارب ولغه بيس، بس ليفل ادفانس شويه. ده مين؟ ده باختصار كورس سي شارب. الادو هناخد فيه ايه بقى؟ اول 3 حاجات دول الديليجيت والجينيريك بروجرامنج والكوليكشن، دول عباره عن مين؟ عباره عن سي شارب. طب حطيتهم ليه مع الادو؟ عشان الادو لحد ما مثلا الادو ياخد 10 سيشنات، لكن الكلام ده بتاع سي شارب اللي فوق ممكن ياخد حرفيا 15 سيشن. فانا سحبت منهم 2 حطيتهم مع مين؟ مع الادو. بس خلي بالك الادو 10 سيشنات بس، سيشن تقيله. طب بناخد فيها ايه؟ الادو اصلا تبدا من فين؟ تبدا من هنا من الداتا سيت. ايه هي الداتا سيت؟ ان انا بعمل داتابيس بالسي شارب. شفت الكلام؟ بعمل ببني داتابيس كامله جوه الميموري عن طريق السي شارب. وهنشوف ايه الانتيتيز، فهنشوف اللينك بروجرامنج. طبعا دي سريعه جدا. ايه اللينك؟ دي ميزه قويه بتخلي الكود بتاعك البرفورمانس بتاعه قوي جدا وسريع جدا. بنعمل كونكتنج بقى، بنعلمك ازاي تعمل ان انا اعمل كونكشن على الداتابيس عن طريق الكونكتد مود والديسكونكتد مود. طب هل انا كافي بالكلام ده؟ لا طبعا. بنعمل مين؟ كومبليت بروجكت فروم سكراتش. لازم نعمل مع بعض في السيشن او في السنترز او في الاونلاين، لازم نعمل كومبليت داتابيز او بروجكت كامل، بروجكت كامل زي سوبر ماركت مثلا او مستشفى او ايا كان. بنختار توبيك معين
نبني الداتابيس بتاعته ونبني الجي اي بتاعه سي شارب يعني، ونعمل الكونكشن ما بينه. فكده لو انت وصلت لغايه هنا انت كده عندك المقدره تبيع اي ديسكتوب ابلكيشن. فرق بيني وبينك لو انت وصلت لغايه هنا ان الخبره مش اكتر من كده، يعني ايه بروجكت ياخد معاك مثلا انت 3 شهور، ياخد معانا مثلا اسبوعين ثلاثه بحكم الخبره، مش ان انا اشطر منك، ان انا مثلا بقالي في مجال كتير، ان انا بذاكر بطلع بشتغل، لكن انت لسه جديد مش اكتر من كده. الليفل الاخير اللي هو بتاع مين؟ بتاع الاي اس بي. والاي اس بي ده ايه رايكم؟ ده خليه فيديو لوحده. طبعا الاي اس بي ده بدي فيه مين؟ طبعا ده لازم تكون واخد الحاجات دي كلها اللي فوق عشان تاخد اي اس بي. للامانه بخليه مين؟ للطالب اللي رايح سنه رابعه، لكن قبل كده ما ينفعش ياخده معايا اصلا. لان ده بدي فيه بيبقى فيه 2 اوبشن، يا اما بشتغل الاي اس بي دوت نت كور او الاي اس بي دوت نت ام في سي الموديل فيو كنترولر. وده ان شاء الله هيبقى ليه مين؟ هيبقى ليه فيديو تاني. كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك النجاح الناس اللي نجحت يعني في اي ال يو. بسم الله ما شاء الله مع الدكتور ياسر جابت امتيازات، بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحميكم. عايز اقول لك ان انت جبت امتياز مع الدكتور ياسر، فانت كده عندك ميزه انت مش واخد بالك منها، ان انت عندك بدايه قويه في البرمجه وتركيزك عالي. الاثنين عندك بدايه قويه للبرمجه وعندك تركيزك عالي، فلو استغليت الاثنين دول حرفيا ممكن تبقى اشطر مني انا. ربنا يوفقكم ونشوفكم على خير ان شاء الله يا احلى شباب. يلا سلام عليكم.